الغيظ سلاما يا إمام. كل يوم لك من رب الأنام، كل يوم لك تعلو قبة لمعاليها مراسيم تقام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن نورا، وسلام على من انتجبه واصطفاه، ولا سيما خاتم الرسل وأهل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي ضيوف الجوادين، الذي يأتيكم من هذه الأرض المباركة الطيبة، أرض الإمامين الهمامين الكاظمين صلوات الله عليهما. وعنوان الحلقة لهذا المساء: لا تكن ذا وجهين وذا لسانين. قال الله تعالى لعيسى: يا عيسى، ليكن لسانك في السر والعلانية لسانا واحدا، وكذلك قلبك، إني أحذرك نفسك وكفى بي خبيرا. يا عيسى، لا يصح لسانان في فم واحد، ولا سيفان في غمد واحد، ولا قلبان في صدر واحد، وكذلك الأذهان. مشاهدين الكرام، نتمنى لكم أطيب الأوقات، فابقوا معنا. هذه الجنة لا جنة عاد، هذه جنة موسى والجواد، أزلفت للمؤمنين المتقين، فادخلوها بسلام آمنين. هي حصن وملاذ للعباد، هذه جنة موسى والجواد. مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمرين وإياكم في هذه اللقاءات مع ضيوف الإمامين الكاظمين صلوات الله عليهما، ونحن تحديدا في باب القبلة. ندعو لكم ونحن في هذا المكان المبارك والطاهر بقضاء الحوائج وتيسير الأمور، وأهم من هذه الدعوات كلها الفرج العاجل والقريب لمولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا الظهور المبارك الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. فالسلام على صاحب الزمان أينما كان وفي كل زمان ومكان. السلام عليكم، تقبل الله أعمالكم وزيارتكم إن شاء الله. اسمحي لي أتحدث ويا الأخت، من بعدها أرجع لكم إن شاء الله. السلام عليكم أختي. السلام حبيبتي، تقبل الله أعمالكم وزيارتكم إن شاء الله. تعرفوا بجناب الكريم؟ أنا رحمة الله من محافظة الكاظمية، كل أهلنا بالكاظمية. هذا قربكم للإمام الكاظم سلام الله عليه، شنو يحملكم من مسؤولية؟ شنو تحسون يعني من مشاعر وأنتم بجوار الإمام سيدي ومولاي موسى بن جعفر الكاظم ومحمد الجواد؟ والله يعني قرب من الإمام موسى بن جعفر كلش حلو، ويعني نلتمس من عنده الالتزام بالصلاة والحجاب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحسنتي، بارك الله بكم. تحسون براحة نفسية، باستقرار، تحسون بالأمان لما تدخلون، خصوصا الإمام سلام الله عليه. هاي مشاعر كل الزوار، أنه يشعر بالأمان، بالاستقرار، بالراحة النفسية، يعني سعادة، يحس أنه تنزاح كل الهموم والغموم بمجرد ما يدخل الإمام سلام الله عليه. نعم، كلش قد تجي يعني للزيارة تقريبا؟ والله كل خميس تجي هنا. ما شاء الله. أيوة الله، هنا نطلب قضاء الحوائج. هني عليكم إن شاء الله، حوائجكم مقضية إن شاء الله بحق موسى بن جعفر ومحمد الجواد قاضي الحاجات. أنا قبل لا أبدي ألتقي بحضرتك، لقيت بنتك صغيرة عمرها يمكن وياك كانت سنتين، سنة ونص، سنة ونص، بس مرتدية الحجاب بطريقة كلش أنيقة ومرتبة وملتزمة بالحجاب، بالرغم أنه الطفل بهذا العمر يعني ما يحب يتقيد بالحجاب أو الملابس. شلون بديت تعلميها أنه تلبس الحجاب وتحافظ عليه بحيث هي يعني مرتب، يعني هو يجي لازمته وتخاف عليه انه يوقع؟ شلون لبستيها او علمتيها؟ انا قبل السنه بديت وياها، كل ما نجي الامام شوي شوي، يعني ما اريد كل ما نطلع البس حجاب، وهاي بس بالمراقد الدينيه من نروح البسها حجاب، مرات تنزعه مرات لا عادي تبقى بيه، ورا السنه شو هسه بدت تتعود عليه، تعودت.
اي فحبيت هذا الشيء اعوده من هي وصغيره حتى اروضها. نعم، من شب على شيء شاب عليه. احسنتي. يعني انت بديتي وياها بالتدريج. بالتدريج اريدها تقتدي بفاطمه الزهراء، تقتدي بالسيده زينب عليها السلام. عليها افضل الصلاه والسلام. هنيئا لكم، وهذه ان شاء الله في ميزان حسناتكم. ان شاء الله يا ربي يوفقكم ان شاء الله. خليني اتعرف على الاخت من بعدها ارجع لك ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تقبل الله اعمالكم منا ومن الصالح الاعمال. زيارتكم. تعرفوا بجنابكم الكريم من السعوديه. اهلا وسهلا كل اهلنا بالسعوديه. شلون شفتي الزياره؟ تفضل. الحمد لله بالعالمين على الوصول والبلاغ بعد انقطاع كم سنه. هنيه. اجواء روحانيه، مشتاقين هواي هواي الزياره. صار لك هوايه ما جايه؟ اسبوع الحمد لله وصلنا من كربلاء واليوم نزلنا الكاظم. يعني اول ما وصلتوا الكربلاء من بعدها توجهتوا للكاظم. شو شفتي اجواء الزياره داخل حرم الامام الحسين سلام الله عليه واخيه ابي الفضل العباس، والان انت في مرقد سيدي ومولاي موسى بن جعفر ومحمد الجواد قاضي الحاجات يا باب الاولاد وباب الحوائج. ومن زارهم كمن زار رسول الله صلى الله عليه واله. سلام الله عليه. نعم. زياره جميله روحانيه يعجز اللسان عن الوصف. الحمد لله بالعالمين. البلاغ يعني باشتياق حزن فرح كل شيء بيها. يعني الحمد لله انه وصلنا. يعجز الانسان احيانا عن التعبير مال بداخله. طبعا هو بكاء هو فرح. الحمد لله هذا يعجز اللسان على الوصف. بكاء على ما جرى عليهم. سلام الله عليك يا ابا عبد الله على مصيبتك انه وصلنا الحمد لله بالعالمين. الحمد لله بالعالمين. وصلنا الباب المراد باب الحوائج ونطينا مرادنا ان شاء الله. ان شاء الله يشافي كل مريض وعجل فرج صاحب الزمان ان شاء الله. عجل الله تعالى فرجه الشريف. خلي اولادنا وحبايبنا وكل من ما اجى يوصل ان شاء الله. ان شاء الله الزياده تحقيق الامنيات ان شاء الله. ان شاء الله هذه اول مره تجين؟ لا الحمد لله بالعالمين جينا من قبل هو. ما شاء الحمد الله. لله بالعالمين. شنو تحسين يعني هذه الزيارات المتكرره للمراقد الطاهره شنو تضيف لك؟ شنو تضيف؟ والله الايمان وال شو قلت لك؟ التمسك طبعا التخلق باخلاقهم الحمد لله الاقتداء بهم سلام الله عليهم يزيدنا خشوع واخلاق. طب من السعوديه لبغداد هذا طريق كلش طويل ومتعب، حسيتوا بالتعب؟ لو اشتياقكم لا اشتياقنا ما يبين. كل شيء جميل الحمد لله بالعالمين. وصلنا كل شيء حلو. احنا جايين مشتاقين ونريد منهم الايمان والثبات وعلى ولايه امير المؤمنين سلام الله عليه ولا يحرمنا من زيارتهم ان شاء الله بالصحه والعافيه وقبول الاعمال وحسن الخاتمه ان شاء الله على ولايه امير المؤمنين. اليوم ابسط الدروس اللي احنا مثلا نجي للزياره لازم نتعلمها، ماذا اليوم نتعلم من سيدي ومولاي موسى بن جعفر ومحمد الجواد روحي لهم الفداء؟ الاخلاق، المعامله الحسنه، الابتعاد عن النفاق، الصبر. احسنتي. الصبر اي والله. مولاي موسى بن جعفر الصابر الحمد لله عليه. يعني الله يعطينا كل ما جرى عليه سلام الله عليه وهو صابر. سلام الله عليه. ان شاء الله يعني نكون مرضيين قدوة ان شاء الله. نسال الله القبول. امين يا يعني رب على هاي العنوان نتمنى القبول من الله. امين يا من رب العالمين. من الائمه المعصومين سلام الله عليهم. امين يا رب العالمين. في كل حلقه نتحدث عن محور معين مع ضيوف الإمامين الكاظمين صلوات الله عليهم. محور الحلقة لهذا اليوم يتحدث عن الشخص ذا وجهين. كيف اليوم نتعامل مع هذا الشخص؟ وكثيرين الأشخاص اللي يكون لديهم وجهين حقيقة، يعني بيقابلش بوجه مبتسم وبشوش ويعني فرح ويرحب بيك، لكن بمجرد أنه أنت تبتعدين عنه يبدأ يتكلم عليك أمام الآخرين. أنا بالنسبة لي أتعامل يا بالوجه الحسن لأن نيتي طيبة، واتمنى كل الناس مثل ما تفضلتي، بس في المقابل تشوفي اللي يحبك ويتكلم وياك ويعني ومن خلفك ياكل بيك. يتحدث عنك بالسوء. احسنتي. نعم. الله يرحمنا برحمته وما نتمنى هذا الشيء يعني. ان شاء الله. امين يا رب العالمين. الهدايه والاصلاح لهم. امين يا رب العالمين. ان شاء الله. احنا تحدثنا ويا الاخت عن محور الحلقه اللي يتحدث عن الشخص ذا وجهين ولسانين، كيف اليوم نتعامل مع هذا الشخص؟ واجهت شي شخص بحياتك؟ لا والله، بس يعني اذا صادف في شي موقف يعني اتعامل وياه باخلاقي اني. نعم. ما اتعامل وياه باخلاقه ما
والإسلام ما يحبذ هذا الشيء، يعني هاي صفة ذميمة ما حلوة، نفاق، إنه يحكي قدام شيء وراء شيء آخر يدمش. أحسنتي، بارك الله بكم. أيضا هو هذا الإنسان يكون مذموم من قبل الآخرين، طبعاً. يشعر بعدم الراحة النفسية، صح. لأنه دائما يكون في قلق، يحس بنقص هو، يعني نعم. هذا الشخص يحس بنقص من يتعامل شيء الآخرين، نعم. مو من الأخلاق إنه يتعامل هيك. بارك الله بكم. اليوم شنو تحبين توجهين لهذا الشخص كلمة؟ يعني شنو تحبين تقولي له وأنت في هذا المكان المبارك الطاهر، ولكل شخص يحمل هذه الصفة، شخص المنافق الذي يكون ذا وجهين، شنو تحبين توجهي له كلمة؟ أقول له يعني تعامل بأخلاق، يعني بالأخلاق الحسنة، الأخلاق اللي يحبها الإسلام، هي يعني لازم المرء إنه يتعامل بأخلاقه، يعني بهذا راح يتحقق الصدق بالتعامل مع الآخرين. أحسنت، بارك الله بكم. الله إن شاء الله قضاء حوائجكم وتيسير أموركم بحق محمد وآل محمد. الأخوة تحدثت عن أنه كيف تتعامل ويا الشخص ذا وجهين، شنو تحبين توجهين اليوم كلمة لكل شخص يحمل هذه الصفة اللا أخلاقية؟ أتمنى يبتعد عن هذا الشيء، نعم. نتمثل بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله والأمة المعصومين بالصدق والأمان والطيبة والإحسان. بارك الله بكم. طبعا في بالي أسأل حضركم سؤال قبل لا ننهي هذه الوقفة، وأنا أتمنى أنه ما تنتهي الكلام وياكم، ممتع، لكنه كثير من الضيوف يحبون يشاركون ويانا في هذه الحلقة. من راح ترجعين إن شاء الله طريق السلامة للسعودية، ويسألون شو شفت العراق والعراقيين، شنو جوابك راح يكون؟ أحلى ما الناس أهل العراق، أهل الطيبة والكرم والجود، والله يحفظكم ان شاء الله، واهل البيت سلام الله عليهم، نطلب منهم الشفاعه والزياره، ويعني وانتم كلكم امين يا رب العالمين. اول دعاء دعيتي لما دخلتي لمرقد سيدي ومولاي ابا عبد الله، او سيدي ومولاي ابي الفضل العباس سلام الله عليه، والامامين الكاظمين، صاحب الزمان ان شاء الله، نكون من انصاره واعوانه مستشهدين بين يدي، وكلنا بنظره مني اليه، وعجل فرجه، ويوفق اولادنا وحبايبنا وشافي مرضانا ويفك اسرانا يا الله. امين يا رب العالمين، ربي يوفقكم اللي هنا والبعاد والقراب كلهم. امين يا رب العالمين. نشكركم ورحم الله والديكم. شكرا لكم. والله يوفقكم ان شاء الله. يوفق الجميع. تجون من الحجاج بيت الله وزيارة رسول الله صلى الله عليه واله. يوفقكم ان شاء الله. يا رب، امين يا رب العالمين. شكرا لكم. الله والديكم. وشكرا لانهم سمحتوا لي اخذ من وقتكم، ربي يوفقكم ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، نختم هذه الوقفة الجميلة مع ضيوف الامامين الكاظمين صلوات الله عليهما ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. ننتقل واياكم إلى لقاءات أخرى ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. روضة تحرسها عين السماء، هبطت فيها قلوب الأنبياء، وإذا ما المرء أفضل الدعاء، سوف يأتيه من الله نداء. الذي أنقض ظهرك، أنت في الفردوس لا ذات العماد، هذه جنة موسى والجواد. مشاهدينا الكرام، عدنا معكم ومع زائرة أخرى من زوار الإمامين الكاظمين عليهما أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تقبل الله أعمالكم ومنكم من نومكم صالح الأعمال إن شاء الله. نتعرف بحضرتكم خالة أم محمد. أهلاً من الكاظمية. أهلاً وسهلاً بك. الله يحفظك. الله يسلمك. هنيئاً لكم. الله يسلمك. جوار الإمام. الحمد لله، نعمة من رب العالمين. هنيئاً لكم يا رب، إن شاء الله. الله يسلمك. عليكم هذه النعمة بحق الله. اللهم آمين. نعم. اللهم آمين. الله يوفقك. الله يحفظك. كلش قد خالة تجي للزيارة؟ والله حسب، يعني حسب، مرات كل أسبوع، كل خميس ليلة الجمعة، مرات يعني حسب الظروف، يعني شلون الله يمكننا، شلون يعني تصحنا ان شاء الله نجي. احسنت، بارك الله. الله يسلمك. احيانا الانسان من يدخل المراقد المقدسه يحس باحساس غريب. اي نعم. انه ينتقل من عالم الى عالم اخر، طبعا من عالم الهموم والمشاكل والاحزان، والى عالم يعني عالم غريب مع الله سبحانه وتعالى. أكيد. ومع أهل البيت سلام الله عليهم. أكيد. يتفرغ هنا في هذا المكان الطاهر للدعاء، طبعا بقراءة القرآن. أيه. يعني يبتعد عن كل هموم الدنيا. أكيد. وهي مشاعركم وأنت اليوم لما تتوجهين لسيدي ومولاي الإمام موسى بن جعفر ومحمد الجواد؟
والله شعور تعرفين كل زائر يعني نجي نتبرك بأهل البيت فدوى سلام الله عليهم موسى بن جعفر ومحمد الجواد، ندعي أن والأمة محمد بالصحة والعافية والرزق والستر وتسهيل الأمور. أي الحمد لله وشكر رب العالمين، وندعي البناتي الطالبات والطالبات طلاب يعني ان شاء الله امه محمد يا ربي. امين يا رب. اي أيوة والله اي أيوة والله اجيبهم وياي. اجيبهم اي أيوة طبعا اكيد وياي. نعم. يتبركون يندعون هم طالبات بناتي. الله يوفقهم الله يسهل امورهم، الله يسهل دراستهم ان شاء الله. الله يوفقهم الحمد لله. ان شاء الله دائما لهم الكل طلاب ان يعني خلي الاولاد يتمسكون باهل طبعا طبعا اكيد 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 لازم في هذه الظروف اكيد لازم 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 نقتدي احنا باهل البيت، لازم يعني نجي نتبرك بيهم نزورهم نعلم اولادنا على الصلاه على الصوم على قراءه القران على الزياره على الحجاب على الالتزام على الحلال على الحرام على هوايه امور الحمد لله والشكر رب العالمين. خاله ذكرتي انه عندك بنات. اي نعم. ودائما تجيبيهم للمراقد المقدسه. اي نعم. يتعلمون الزياره وقراءه القران والتخلق باخلاق اهل البيت سلام الله عليهم. وايضا ذكرتي من كلامك انه من هم صغار علمتيهم لبس الحجاب. نعم. من يا عمر بديتي تعلميهم لبس الحجاب؟ والله من عمر 8 سنوات الى 9 سنوات. نعم. يعني بديت طريقة معينه استخدمتيها وياهم ام فرض يعني فرضتي عليهم انه لا والله ما فرضت عليهم لا والله بس هو واجب تعرفين الحجاب هو واجب يعني. نعم. من عمر البنيه 9 سنوات تتكلف بالحجاب. زين فاني هيئتهم من عمر 8 سنوات يعني الى 9 سنوات بعد ضبطت عليهم ماما هذا حلال هذا حرام ماما احنا نقتدي بأهل البيت نقتدي بفاطمة الزهراء نقتدي بالسيدة زينب سلام الله عليها فهذا الحجاب يعني واجب ومفروض يعني زين فأنت بعد ماما تكلفتي ماما بعد وجب عليك الحجاب الحمد لله والشكر هم يعني بقناعتهم والحمد لله وشوي شوي هم كل ما أوقف أصلي أوقفهم وياي الحمد لله رب العالمين قدوة أكيد طبعاً ودائما الطفل أكيد. يعني يراقب تصرفات أكيد 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 الأم يعني كلش يعني الأم سلاح بالبيت أحسن. تراقب الحلال الحرام الصح الغلط يعني كلية الحمد لله والشكر رب العالمين. إحنا حتى نشوف أطفال مجرد ما يبدي إحنا نقول استوى يمشي يشوف أمه تصلي أبوه يصلي يجي ياخذ التربة بدون يعني نفس ما يعرف الحالة شنو. نفس الحالة صار عندي بالبيت ياخذه ويبدي يصلي نفس وهذه. الحالة صار عندي بالبيت أمانة الله يعني أني أوقف على السجادة بناتي يلا ماما حي على الصلاة يعني صار وقت الصلاة قبل لا يروحون الدوام دوام الظهري أخليهم يصلون يلا يروحون للمدرسة. أحسنتي بارك الله يسلمك وهذا التوفيق الحمد لله الحمد لله التمسك بالله سبحانه وتعالى وبأهل البيت والصلاة الحمد لله هذا التوفيق طبعا أكيد أكيد الحمد لله والشكر. إحنا في كل حلقة نتحدث عن محور معين. نعم. محور حلقتنا اليوم لا تكن ذا وجهين ولسانين. أوه. لماذا اليوم البعض دائما يظهر المحبة يظهر يعني بداخله أنه الابتسامة يقابلنا بوجه بشوش يظهر لنا أنه هو المحبة ويتمنى أنه يقدم منا خدمة لكن للأسف هو مجرد ما إحنا نبتعد عن هذا الشخص أنه هو يبدي يتحدث عن يعني بالسوء أمام الآخرين. أكيد هاي إحنا هواي صادفنا هيك يعني هيك أشخاص بس إحنا نتجاهلهم يعني هذا الشيء مرض يعني بيهم الله يبعدنا عنهم إن شاء الله. مرض نفسي. أي طبعا أكيد مرض نفسي هذا بيهم. أي والله يشفينا شرهم إن شاء الله. آمين يا رب أي العالمين. أي والله. شنو اليوم تحبين توجهين دعاء لكل أهلكم لكل الناس إن شاء الله لتتابعكم. إن شاء الله الأمن والأمان الله يشفينا الشر الله يبعد علينا السوء الله يعني يسهل أمر كل مضايق يرزق كل إنسان إن شاء الله ينجح كل الطلبة إن شاء الله ببركة موسى بن جعفر ومحمد الجواد إن شاء الله وأهل البيت إن شاء الله والصحة والعافية لأمة محمد إن شاء الله يا ربي. يا رب العالمين. أي والله. شكرا لكم. شكرا جزيلا. الله يحفظكم. شكرا لكم. الله يحفظكم. مشاهدينا الكرام ما زلنا مستمرين وإياكم في هذه اللقاءات من داخل حرم سيدي ومولاي موسى بن جعفر الكاظم ومحمد الجواد. ابقوا معنا فلننتقل وإياكم إلى لقاءات أخرى. روضة زينها رب رؤوف دانيات للملا فيها القطوف أنبياء الله تأتيها صفوف وبها الأملاك تسعى وتطوف. صح
صنت يا زائر قدرك ورفعنا لك ذكرك، زرت روضا زينت فيها البلاد، هذه جنة موسى والجواد. مشاهدينا الكرام، عدنا معكم مرة أخرى ومعي زائرة أخرى من زوار الإمامين الهمامين صلوات الله عليهما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تقبل الله أعمالكم. اللهم تقبل أعمالنا يا رب وأعمالكم بحق محمد وآل محمد. نتعرف بجنابكم الكريم. أم أمير، أهلا وسهلا بك أم أمير. حبيبتي وعليكم السلام. من وين أم أمير؟ منطقة الحرية. أهلا وسهلا بك. موظفة ربة بيت؟ موظفة إن شاء الله. وين؟ موظفة بأحد المدارس. بالمدرسة؟ نعم. نعم، أهلا وسهلا بكم. اليوم شو بالمدرسة تتعاملون ويا الطالبات؟ شلون تعلمهم يتخلقون بأخلاق أهل البيت سلام الله عليهم؟ بصراحة هذا الجيل متعب. نعم. ومتعلق بالإنترنت هواي وبأمور اللي تتعلق بالإنترنت، فراح تكون تربيتهم أكثر صعوبة من قبل. نعم. فنلاقي صعوبة بصراحة بتربيتهم هواي. اليوم احنا بالمدرسه نشوف يعني البعض يقول مثلا ما احب يعني اذكر كذا يعني كذا موضوع ويا المدرسه، ما احب احكي بهذا الجانب، ما يعني يمكن الطالب عندها تذمر ويا المدرسه، ما تحب يعني حتى بالصف. يعني احنا نلاحظ بعض من الطلاب يعني يكون ما حب انه جلوسه بالصف. شلون اليوم تتعاملون وياهم؟ طريقتكم تتعاملون وياهم بعصبية، تتعاملون وياهم لا ببساطة وانشراح؟ لا طبعا العصبية نتائجها سلبية طبعا، خصوصا هو طفل. نعم. فمهما يكون يعني هو تذمر أو عصبي أو يعني أطباعه عكسية، فإحنا نقدر يعني نقدر نتلافى هاي الأمور إن شاء الله. يعني تسولفونهم عن حياة أهل البيت سلام الله عليهم؟ طبعا طبعا خصوصا بالاصطفاف. نعم. خصوصا بالاصطفاف، دعاء العهد، الصلاة على محمد وآل محمد. أحسنت. مرات بالدراسة ناخذ فد أمور يعني نطلع عن أطار الموضوع. نعم. حتى لو نبذ مختصرة بس خلي تكون مفيدة، قليلة لكن مفيدة. 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 تفاعل الطالبات وياكم والطلاب، يعني يتفاعلون وياكم من تسولفون عن حياة أهل البيت سلام الله عليهم أو من تسولفونهم عن الحجاب؟ طبعا عن هو احنا أكثر شيء نركز على الحجاب. نعم. أكثر شيء نركز على الحجاب اللي هو سنة 8 سنين، نسوي لهم حفل يعني ما شاء الله. ما شاء الله على مود الحجاب. نعم. ونشجع الطلاب. هنيئا. نشجع الطالبات يعني بالذات على يعني ارتداء الحجاب. أحسنتي. اليوم محور حلقتنا يتحدث عن لا تكن ذا وجهين وذا لسانين. طبعا. كيف اليوم واجهتوا هذا الشخص؟ كيف يعني تتعاملون وياه؟ هو اصلا هذا الشخص يكون منبوذ من المجتمع. أحسنتي. اصلا وخصوصا يعني اذا يعني شلون اكتشفناه راح يكون دائما يعني مكروه. وأخلاق أهل البيت مت يعني ما تقبل أنه يكون ذا وجهين، خصوصا هذا السحول المنافق. أحسنت. والنفاق بالمجتمع ما حلو. ما حلو. فالإنسان خليه يكون يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى وجوهكم ولا إلى أجسامكم، إن الله ينظر إلى قلوبكم. أحسنت. فبالعكس النية الصافية راح تعكس حب الناس إليه. بالعكس رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من كان ذا لسانين كان له لسانين من النار. نعم. نعم. أحسنتي. إذن وهو أيضا هذا الشخص كما تحدثتي هذا أيضا يتصف أنه يكون كذاب. نعم. دائما الغيبة والنميمة والحقد والحسد. دائما ينظر إلى أخيه المؤمن إذا أعطاه الله عز وجل من خير، هو دائما يكون حاسد. أي طبعا. يتمنى زوال النعمة لأخيه. نعم. فكل هذه الصفات هي اللا أخلاقية. نعم. يتصف بها هذا الإنسان. وخصوصا هم أتباع أهل البيت. احنا منين تعلمنا رسالات غير رسالات اهل البيت؟ احسنتي. الانسان اللي يحب اهل البيت بالصدق انه يكون يتبع اخلاقهم قولا وفعلا حتى يلاقي بوجه الله يعني الكريم بوجه ابيض. احسنتي. تنعكس عليه ومو بس صلاه وصوم، بالعكس هو صلاه وصوم واتباع مناهج اهل البيت. احسنتي. بحد حذافير يعني هم افعالهم واقوالهم. أحسنتي. خصوصا النساء يعني خصوصا ان انا يعني اتكلم دائما عن النساء اللي هي مثلا تقول مولاتي الزهراء سلام الله عليها. أحسنتي. وتبحث عن يعني دائما عن اخلاق مولاتي الزهراء. نعم. فكيف تتصف بهذه الصفه؟ شلون؟ أحسنتي. شلون يعني؟ فهي هنيئا لها اللي يعني تكون قولا وفعلا. أحسنتي بارك الله بكم. هنيئا لها. شنو تحبين توجهين كلمة لكل شخص يحمل هذه الصفة؟ يعني يبتعد.
يبتعد ويكون محبته للناس هم قولا وفعلا. أحسنتي، بارك الله بكم. حتى الله سبحانه وتعالى يلاقي الله سبحانه وجه كريم وجه أبيع. أحسنتي، بارك الله بكم. إن شاء الله. شكراً لكم حبيبتي. شكراً لأنه سمحتي لي أخذ من وقتكم. لا يا عمري، تسلمين. إن شاء الله موفقين دائماً لخدمة محمد وآل محمد. آمين يا رب العالمين. محمد وآل محمد. هذا واجبنا إن شاء الله. حبيبتي تسلمين يا عمري. شكراً تسلمين حبيبتي. مع السلامة. مشاهدينا الكرام، نختم هذه الحلقة نحن وإياكم من هذا المكان الطاهر ومن تحت هذه القباب المنيرة لسيدي ومولاي موسى بن جعفر الكاظم عليهما أفضل الصلاة والسلام ومحمد الجواد، ونحن ندعو لكم بقضاء الحوائج وتيسير الأمور والفرج العاجل والقريب لمولانا صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. مشاهدين الكرام، شكرا لكرم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كظم الغيظ سلاما يا إمام، كل يوم لك من رب الأنام، كل يوم لك تعلو قبة لمعاليها مراسيم تقام.